صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين؟ المراد به المركوب من الفلك ومن الأنعام التي يركبها الناس، جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ظهور الفلك وهي البواخر والدواب، وكذلك الطائرات. تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا، لولا تسخير الله لهذه الكائنات ما استطعت أن تركبها، ذللها لك. أنت أقوى أم الجمل أقوى منك؟ أه؟ أنت أقوى أو الجمل؟ الجمل أقوى منك، ولكن الله ذلله لك وصرت تركبه. أنت أقوى أم الباخرة أو السيارة أو الطائرة؟ أنت لست بشيء، لكن الله سخر لك هذه المركوبات ويسرها لك وذللها لك وسيرها بك، والذي يسيركم في البر والبحر. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، أنت تشكر الله على هذا. إذا استويت عليها يعني ركبت على ظهورها، لتستووا على ظهورها يعني تركب وتعلو، الاستواء هو العلو. فإذا علوت على ظهر المركوب فإنك تذكر نعمة الله، تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا، تنزيها له سبحانه. وما كنا له مقرنين، يعني لا نطيقه بحولنا وقوتنا، لا نطيقه، لكن الله سخره لنا. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تذكر ركوبك على هذه الأشياء، ركوبك على النعش، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تذكر إذا ركبت على السيارة ولا على الجمل ولا على الطائرة أو الباخرة، تذكر ركوبك على النعش، فتب إلى الله سبحانه وتعالى. والشيء كما يقولون بالشيء يذكر. نعم.